السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحبًا بكم في برنامجكم على تقنياته، طبعًا أكيد كتير منكم بيسأل عن اسم البرنامج، ليه اسم على تقنياته؟ عندنا في ثقافتنا كمصريين أما يكون الواحد بيتصرف على طبيعته فده شخص على نياته. على تقنياته هو الشخص اللي يقدر يفهم التقنية ويتعامل معاها بطبيعته، فإحنا سميناه على تقنياته. خلينا نشوف مع بعض برنامجنا اللي هيكون أسبوعي، الحلقة ربع ساعة وان شاء الله تستمتعوا بيه. طبعا كلنا عارفين تقنيه اللمس اللي ابتدت تنتشر بشكل كبير في الاجهزه المحموله. عايزين نتخيل مع بعض لو التقنيه دي بقت احدث شويه ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ببساطه ان كل جسم حوالينا هيبقى باللمس. هل ده ممكن؟ اه ممكن. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو الجاي اللي هنوضح فيه ازاي قدروا العلماء يخلوا كل جسم يقدر يكون قابل للمس. فلو لمست مثلا اكره الباب هتقدر تعرف ان انت مسكتها ومش كده وبس كمان مسكتها بايدك كلها ولا بصابع واحد ولا باكتر من صابع ولا يمكن باي جزء كمان من جسمك تعالوا نشوف الفيديو الجاي مع بعض اللي هيوضح التكنولوجيا دي اكتر زي ما احنا شايفين مع بعض دي التقنيه الخاصه بشركه ديزني للابحاث بتبين ازاي انه اي سطح ممكن يتحول للمس فزي ما احنا شايفين ازاي بيقدر يلمس الاكره بتاعه الباب مثلا وازاي الترددات زادت فحست باللمس دي لمسه واحده بس لكن لو ما لمسش الترددات بترجع زي ما هي فترجع تاني يقدر يعرف الجهاز اذا كانت لمست ولا لا وطبعا تطبيق اللمس في كل الاجهزه الموجوده في حياتنا زي اننا ممكن نطبقها في في اي سطح فتخيلوا معايا دي اكره باب وهنوصلها بالجهاز الخاص باللمس وهنشوف وهنو... مع بعض لدرجة إيه يقدر يتعرف جهاز اللمس قدر هنا زي ما احنا شايفين يتعرف على إنه داس بصباع واحد وهنا عرف إنه داس بصباعين وهنا قدر يعرف إنه ماسك الأكرة فعلا كل ده بتغير الترددات خلينا سطح المكتب كمان يبقى قابل لللمس فقدر يتعرف انه حط ايديه الاثنين او ايدين واحده او حتى سند كوع على الترابيزه كل ده باختلاف الترددات تقدر تحس قد ايه الترددات دي اتغيرت فيقدر يعرف حجم الجسم اللي قدر يلمس الشاشه دلوقتي هنا عندنا تطبيق على اجهزه الموبايل مثلا فتقدر تعرف لو الموبايل ده اتلمس بصابع واحد حتى كمان يقدر يعرف اذا كان ده الصابع مثلا الكبير او السبابه او اي صابع من الجسم ويقدر يعرف اذا كان مسك بصابعين ولا لا ويقدر يعرف اذا كان مسكها بقبضه الايد ومش بس المساله عند الاسطح الصلبه لكن كمان ممكن في الميه تقدر تعرف اذا كان لمس الميه ولا لا وكمان قدر يلمس سطح الميه ولا لا او حط ثلاث صوابع في الميه انا عايزكم تتخيلوا مع بعض امكانيه ان احنا نستخدم التقنيه دي في حاجات كتير ازاي دلوقتي هنا احد تطبيقات التقنيه دي انه مثلا ان مع مشغل الوسائط في التليفون نقدر اول لما نلمس ايدينا مثلا مرتين يقدر يشغل الصوت اللي احنا عايزينه او لو عايزين نقلب نقدر نخلي خمس صوابع مثلا تلمس بعض او كده تطبيق تاني من تطبيقات نخلي الاسطح كلها قبل لللمس هو اننا نخلي سطح الكنبه مثلا في البيت قابل لللمس فاول لما اقعد التلفزيون يشتغل على قناه معينه وممكن اول لما مثلا اميل على ايد الكنبه الاضاءه تخف شويه وممكن اما انام خالص التلفزيون يطفي كل ده علشان قدرت احول الكنبه انها تكون قابله لللمس طبعا بحث مفيد جدا وهيكون مفيد جدا لو حولنا حياتنا كلها لتقنيه اللمس ايه رايكم في التقنيه اللي فاتت انك تخلي كل حاجه تبقى باللمس مش حاجه جميله جدا عايزك تفكر معايا ايه اللي ممكن نقدر نخليه باللمس ويكون مفيد جدا في حياتنا خلينا نشوف الفيديو الجاي مع بعض الفيديو الجاي برضو بيتكلم عن ازاي نقدر نتحكم في الاشياء من بعيد من غير ما نلمسها حتى لكن المميز في التقنيه دي او في البحث ده ان انت مش هتضيف اي حاجه على اجهزتك الفكره ببساطه انهم قدروا يطلعوا موجات صوتيه ما تسمحهاش بودانك اول لما تحط ايدك وتعترض الموجات الصوتيه دي اللي هيحصل ان الجهاز هيتعرف عن طريق الميكروفون ان حصل خلل في الموجات الصوتيه فيبتدي ينفذ الاوامر اللي انت رابطها بنوع الخلل اللي حصل يمكن الموضوع وانا بقوله لك شكله معقد شويه لكن هو مش معقد فانا عايزك تتفرج معايا على الفيديو اللي هحاول أشرحهولك عشان يكون بسيط تقنيه ساوند ويف من مايكروسوفت هو بحث من مايكروسوفت عملته علشان خاطر تقدر تتحكم في الاجهزه من غير ما تضيف اي حاجه جديده على الكمبيوتر بتاعك فعلا وهو ده المميز في البحث ده زي ما احنا شايفين يقدر يتحكم في البراوزر بتاعه بمجرد انه يرفع ايده لفوق او ينزل ايده لتحت وطبعا ممكن تتحكم في الالعاب وممكن تتحكم في اي برامج تانيه لكن تاني المميز في التقنيه دي هو انك مش هتضيف اي حاجه على جهازك سماعات الجهاز بتطلع صوت الصوت ده مش مسموع ليك لكن ممكن يسمعه المايكروفون وأول ما تقرب ايدك هيحصل خلل في الصوت ده فالمايكروفون مش هيسمع الصوت زي ما كان بيسمعه قبل كده وبعدين يبتدي يتحول الخلل ده لأمر للكمبيوتر اللي هيخليك تقدر تعمل اوامر تشغل بيها برامج معينه او تتحكم في برامج معينة واحنا شايفين طبعا بيقدر يفرق من أنك تقرب إيدك أو تبعد إيدك أو ترفع إيدك لفوق أو تنزل إيدك لتحت فتقدر تتحكم في حاجات كتيرة في جهازك وبرضه من غير مضيف أي حاجة على الجهاز نتخيل مع بعض كمان ممكن التقنية دي تشتغل إزاي لو قربت من الجهاز أكيد هيحس أنك قربت منه فممكن يشتغل وأول لما تبعد عن جهازك هيعرف أن أنت بعدت ويقوم طاف الجهاز وكده تقدر تبعد المتطفلين عنه أو أي حد من غير ما تحط كلمة سر أو أي حاجة أنت ممكن تحمي بيها جهازك وزي ما احنا شايفين برضو ممكن يمين وشمال وأقدر أتحكم في كل حاجة موجودة على الجهاز مجرد أن أنا أقرب إيدي وأبعدها عن السماعة ده هنا بتحكم في اللعبة وبيوري إزاي أنه يقدر يتحكم في لعبة زي لعبة تترس ويلعب بمجرد أنه يقرب إيده أو يبعدها من سماعات الجهاز الفكرة الجاية دي أكيد صاحبها كان بيسافر كتير وأكيد كان متعقد من شيل الشنط فقرر أنه يخلي الشنطة هي اللي تجري وراه إزاي عمل كده؟ ببساطة خلى العجل بتاع الشنطة يكون فيه مطور والمطور ده يقدر يتبع حركتك عن طريق تقنية زي تقنية البلوتوث زي ما احنا عارفين تقنية البلوتوث ممكن تحدد مكانك مش بدقة قوي لكن الموضوع كفيل أنه يخلي الشنطة تجري وراك تعالوا نشوف مع بعض الفيديو الرائع عن الشنطه اللي بتجري ورا المسافر. على مر العصور الشنطه ما خدتش حظها قوي من التطوير ففضلت زي ما هي طول السنين اللي فاتت بس غرضنا منها اننا نحط فيها حاجاتنا ونسافر لكن لسه تقيله زي ما هي مع الاختراع الجديد ده هيتغير الوضع مع الشنطه فدلوقتي كل اللي هتعمله انك تمشي والشنطه هي اللي هتمشي وراك. ازاي التقنيه دي بمنتهى البساطة الشنطة فيها موتور وبتقدر تمشي زي أي عربية لعبة بمنتهى السهولة لكن الاختراع هنا إن هي مرتبطة بمدلية مفاتيح معاك عن طريق تقنية البلوتوث طبعا في البلوتوث موجود على أجهزة التليفون وموجود على أجهزة كتيرة قوي في حياتنا فممكن جدا نستغنى عن الميداليا أو, أو عن أي حاجة ونخليها التليفون هو اللي يقدر يتحكم في الشنطة وتمشي وراه في مجسات بتتحط في الشنطه فتقدر تعرف اتجاه الجهاز بتاعك فين وهتمشي وراه ازاي، طبعا اختراع جميل جدا وممكن يكون مفيد ومريح للناس اللي بتسافر كتير، لكن يا ترى هيكون مكلف ويا ترى الشنطه هتكون مكلفه لينا فمش هنقدر ناخدها، كمان من ضمن مميزات الشنطه الجديده ان انت تقدر تربطها بالتليفون وتقدر تعرف مكانها فين بالظبط في المطار بالذات لو زودنا فيها حاجه زي الجي بي اس فنقدر نعرف مكانها فين وامتى هنقدر ناخدها زي ما شفنا في الفيديوهات اللي قبل كده ازاي تقنيات التحكم واخده حيز كبير من الابحاث فمن اول التحكم بالزراير لحد التحكم بشاشات اللمس لحد التحكم كمان بالاسطح اللي ممكن نحولها لللمس حتى التحكم من بعيد كل ده كلام فارغ قدام التقنيه الجديده اللي هنتكلم عنها دلوقتي هو اننا نتحكم في الحاجه بمجرد اننا نفكر فيها ايوه انا عارف ان كتير منكم هيقول ان ده خيال علمي، لكن ده مش خيال علمي ولا حاجه، البحث ده موجود فعلا وموجود من زمان، خلونا نتفرج مع بعض على الفيديو ده، رجل آلي ممكن تتحكم فيه عن طريق انك تفكر بس عايزه يعمل ايه، خلونا نشوف مع بعض الفيديو ده. زي ما احنا شايفين ده الشخص اللي هما بيعملوا معاه التجربه، حاطين اجهزه على راسه، الاجهزه دي بتقدر تستشعر موجات الدماغ وتحولها لاوامر للرجل الآلي. هنا بيحاول انه يتحكم في موجات دماغه علشان خاطر يقدر يخلي الرجل الالي يتحرك ويقدر يشيل الازازه وزي ما احنا شايفين عنده اختيارات فبمجرد انه يفكر انه عايز يشيل ازازه البيبسي فيقدر يشيلها ويقدر يتحكم ويطلعها من غير ما يمد ايده ومن غير ما يلمس اي زرار كل ده عن طريق موجات المخ وهنا كمان بيورينا ازاي يقدر يتحكم فيه عن طريق المشي ويقدر يمشيه كل ده بمجرد التفكير وبس. طبعا التقنيه دي لسه في اولها لكن مبشره بالخير جدا عايزين اول ما نفكر في حاجه نقدر نحركها. طبعا احنا متخيلين التقنيه ممكن نستخدمها في ايه؟ ممكن نقدر نتحكم في قنوات التلفزيون بمجرد ان احنا نفكر في قناه معينه تطلع على التلفزيون. في الفيديو اللي جاي ده هنشوف العلماء ازاي قدروا يطوروا الرجل الالي انه يتعلم زيه زي وزي اي طفل صغير، وطبعا علشان خاطر يعملوا الموضوع ده زودوا الرجل الالي بمجسات وحاجات تخليه يقدر يحاكي الحواس الخمسه الخاصه بالانسان، طبعا التقنيه دي تقنيه جديده وده بحث جديد خلونا نتفرج عليه مع بعض. زي ما احنا شايفين عملوا رجل الي شكله بالظبط زي الانسان وشكله عامل زي الطفل الصغير. زودوه بمجسات وزودوه باشياء تخليه يتعلم بالظبط زي الطفل الصغير، وخلوا عنده مفاصل وخلوا عنده كمان حاجات تخليه يقدر يتعامل مع المعطيات اللي بتخش ويقدر يتعلم منها ويقدر يتعلم من الاخطاء. شفنا العلماء ازاي بيحاولوا انهم يقلدوا حركات الانسان ويوظفوها للرجل الالي. في الفيديو الجاي مع بعض هنشوف ازاي العلماء قدروا يحاكوا حركه السباحين علشان يقدروا يدرسوا ايه المؤثرات اللي بتاثر على الرياضيين في السباحه ودي حاجه مهمه جدا العلماء احيانا بيحاولوا يحاكوا حركات الحيوانات او البني ادمين عشان يقدروا يدرسوها فلاننا مش هنقدر نخلي سباح يعوم في الميه لمده ساعات طويله 24 ساعه او اكتر فعشان كده على رجل الي يحاكي نفس الحركه بتاعه السباح ونبتدي ندرس حركه السباح وتاثير حركه السباح على الميه وتاثيرات العوامل اللي حوالين الميه على حركه السباح فخلينا نشوف مع بعض ازاي العلماء قدروا يحاكوا حركة السباحين وانهم يعملوا رجل الي يقدر يحاكي الحركة دي بالظبط. زي ما احنا شايفين مع بعض العلماء قدروا يخترعوا رجل الي يقدر يحاكي حركة السباحين ويقدر يحاكي طريقة العوم بالظبط. الغرض من الرجل الالي ده مش انه يعوم في الميه، الغرض انهم يدرسوا التأثيرات اللي بتحصل على الميه وعلى جسم السباحين وايه الادوات المناسبة علشان خاطر يحسنوا كفاءة الرياضيين. طبعا حاجة زي كده مطلوبة جدا في أننا نقدر نقيس بشكل علمي إزاي نحسن حركات الرياضيين وزي ما احنا شايفين دي حركة رجلين السباح وإزاي قدروا يحكوها بالظبط وبيحاكوا كل حاجة فيها علشان يقدروا يدرسوها بعدين العلماء قدروا يتوصلوا أنهم يخلوا الرجل الآلي يمشي زي البني آدم بالظبط وقدروا يتوصلوا أنهم يخلوه يتعلم زي ما شفنا في الفيديوهات حركات الاطفال وانه يقدر يتعلم من اخطائه وانه يقدر يتحر يتصرف بالضبط زي البني ادم في حاجه تانية ناقصه هو انه الرجل الالي يمشي على الحبل ايوه اكيد في الفيديو الجاي هنشوف الرجل الالي بيمشي على الحبل وطبعا التقنيه دي مش بس علشان الترفيه لكن علشان توريكم ازاي ممكن الرجل الالي يقدر يعرف مكانه ويقدر يتوازن ويقدر يظبط حركه جسمه وتكون رده فعله سريعه، خلينا نشوف الفيديو الجاي مع بعض. الرجل الالي هنا بيحاول يوزن نفسه على الحبل والموضوع ده محتاج تقنيه عاليه جدا، محتاج ان تكون رده فعله سريعه قوي علشان اول ما يميل يمين او شمال يقدر يوازن نفسه عن طريق دراعه زي ما احنا شايفين، وكمان يقدر يظبط رجله انه يمشي على الحبل بمنتهى السلاسه والبساطه. انتهت حلقتنا النهارده وان شاء الله الحلقه الجايه هنتقابل مع بعض مع معلومات وتقنيات جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته